صباح الخير، good morning. اليوم يوم حافل، عندي هواي شغل لازم اخلصه وبس. حبيت صباح عليكم. طبعا اليوم الخبز سويته اسمر وابيض، عشان حطيت الدومنة على النار والريحة ملت البيت صراحة جدا لذيذة. انتظر تذب كل ميها وتلشع، وبعدين احط الليمون ودبس رمان وهالاشياء. جهزت الدومة، هسه هاتركها ترتاح وحط لها خبز هيجي لي فوق. هسه اشوفكم، بس اولا خل اشيل الصحن لحظة. اصبع الجمال، هسه ايش حسوي؟ احط لها خبز
واحد الغالي والله ما اعرف شو حقلبه. اثنين، واحد، اثنين، ثلاثة. دائما اصيح الله طاحت الريحة. لازم هيك ندقهم. اتمنى صارت 3 شوعات، لاني اشتميتها كلش صارت 3 شوعات، فالله يستر. البصل شلون 3 شوعات ما شاء الله. تعالوا شوفوا 3 شوعات شلونها، اموت. ماما مسوية دولمة، ما اتعاجز منها ابدا، بس ما اشتهيتها. مرة سويت دولمة بالملفوف وصارت ما عندي ردة فعل من عدها، كان الملفوف اللي اشتريته مو اصلي. واو. الخير، شلونكم؟ طبعا تتذكرون الحذاء اللي فلشناه انا وياكم؟ طعست اني حمام وشعري نشف. مهم، باعوا الحذاء، يراد اعادة تصميم. نفس ما قلت لكم لازم ارسم له تصميم واشوف شنو الاشياء اللي تناسبه. شوفوا، قررت انه اشتغل عليه بنفسه. يعني شلون؟ شوفوا اني يعني من فصلتهم فكرت انه ارجع ابني من جدة وجديد بغير اشياء، بس اكتشفت بعدين انه الخام هذا الشيء ما عندي، وانه لازم يعني ابدي من الصفر، واني ما عندي هاي المؤهلات اللي تخليني ابني حذاء، ما عندي ادوات، ما عندي اشياء. فقررت شنو اسوي؟ اجدده. شلون اجدده؟ اني ما ثبيته هذاك الثاني، يعني الجهة الثانية. اجدده عندي اقمشة والقماش كلش قوي يعني، فحبدي أصمم الأقمشة وأسويهم شكل كيوت، إما أخيطهم يعني بالأبرة وبألوان هيك معينة، مال الخيط تطلع كلش حلوة، إما ألصقهم يعني ألقي في حل من الحلول. فغسلت القاعدة، بقت الباقي يعني صار 3 أيام صراحة مطر، وما تقدر أغسل هذا الإسفنج يعني حتى لو ينشف، وين ينشف؟ كله مطر، فتحتاج لشمس وهواء قوي وهاي الشغلات عمود ينشفون. فوقفت الشغلة هسه لحد ما تطلع لنا شمس، وبعدها يعني هاي يعني يمكن اليوم او باكر حبدي ارسم التصميم. هسه اشوفكم عند التصاميم مال الأحذية ارتبدي بيها. وبس جوعانة شوي، بقت عندي دولمة حطيتها على النار وهسه تحمى. صراحة شربت قهوة شوي بس احس جوعتني زيادة، يعني ما شبعتني هالمرة، فحبيت اعطيكم الابديت. وبس تشوفون الجمال، وهذول الخبز مالتهم عم يبخرون لانه صراحة جعت، فانتظرها تحمى. بدي اشوفكم مجموعة مال الأحذية بالكتاب مال التصميم مالتي. طبعا هاي الاشياء كلها مو مناسبة كلها، يعني بس اشوفكم شلون خيارات، عم تفهمون شلون حرسم تصميمه من جديد. يعني راح اجيب الحذاء قدامي وارسم له تصميم حسب شكله. بس بدي اشوفكم هنا التصاميم الموجودة، شلون حلوة صراحة. هذا كلش عجبني، هذا كلش حلو، هذا هم حلو، ومن هذول عجبني هذا كلش حبيته، وهذا كلش انثوي كلش كلش كيوت، هذا غريب جدا، هذولي مو كلش احبهم صراحة. تشوفون الجمال شو حلوين.
راح أبدي أغوص بالتصاميم، أشياء جديدة حشتغل عليها، فحبيت أشوفكم وأعطيكم نظرة معينة عم تفهمون شنو دا أحجاني. وبس، تصبحون على ألف عافية. التقاني أكون في فيديو جديد. مع ألف سلامة. باي.